أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل يقول: ما الأفضل، قيام الليل أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يتعدى نفعه، وأما قيام الليل فنفعه قاصر على الشخص. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة الشرعية وبالحكمة والموعظة الحسنة، هذا أفضل من قيام الليل. كذلك طلب العلم، تفقه في دين الله أفضل من قيام الليل، لأنه يحصل نفعه للشخص ونفعه للناس أيضا. العالم ينفع نفسه وينفع الناس، أما العابد فإنما ينفع نفسه فقط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن القمر يتعدى ضوءه ويستضيء به الناس، أما الكوكب فضوءه قاصر عليه. فلا شك أن النفع، العبادة التي يتعدى نفعها أفضل من العبادة التي يقصر نفعها على صاحبها. هذه قاعدة عند أهل العلم. نعم.